الرئيس السيدة الوزيرة، سبحان الله مبدل الأحوال. بالأمس القريب كان رئيس حكومتكم هو من أشد المعارضين لفكرة الدعم المباشر، وجعل شرط لمشاركته في الحكومة 2016 هو عدم إقرار هذه النقطة. في ذلك الوقت ما قدرناش على أن تفقير الفقراء هو لأجل استغلالهم في الانتخابات من خلال عملية جود. الآن جميع ما ورد في البرنامج لا ما يمكنش نستمر هكايا. الله يخليكم، راه باش كنا كنهضروا بالقران، راه حنا كنقولوا كلام قابل للصواب وقابل للخطا، ونتعلموا نصنطوا لبعضياتنا ولا غادي نردوا هذه القبه المقاله سقعوك. هاد ما عندناش الاختيار، نتعلموا نصنطوا لبعضياتنا. الله يرضي عليكم، كنهضر مع القبه المقاله كل شيء. تصنت من بعد فاش تجيك الكلمه ورد. ايوا الا قال كلمه ما كيعجبكش تقول كلمه ما كيعجبكش، غنوليو في الفوضى. تفضلي سيده نائبه. الان جيتوا كتقولوا بان عملتوا قطيعه مع الماضي، وكل ما ورد في البرنامج الحكومي هو من ابداعكم. احنا مع الدعم المباشر، ولكن كنتمنى. شكرا شكرا سيدي. اسي سيما وماشي شغلك هاد الشيء. الوزيره كتجاوب وطارح، مالك انت ومالك انت؟ اش هاد العبات؟ اش هاد العبات السيما؟ ما بغيتيش تسالي كاع، ما كيهمكش. كاين برلماني وكاين حكومه، وانت مالك عباد الله. واش بغيتي تلعب اسيد سيب؟ واش بغيتي تلعب الادوار كلها؟ واش بغيتي تلعب الادوار كلها؟ كاين نائب وكاين حكومه، كاين حكومه. هذا دابا غير تشويش مزجاني. اسيد سيب الله يهديك. سيمو ما غنجاوبكش، انا كنعرفك مزيان، ما غنجاوبكش.